التي تدخل في الزيارات التي نقوم بها في هذا الدخول المدرسي للإطمئنان على الدخول وللوقوف ميدانيين على كل مجريات هذا الدخول والتكفل بكل الأمور التي تستدعي التدخل السريع. وأقول لكم بعد أيام قليلة من الدخول المدرسي أن الدخول المدرسي دخول ناجح ودخول مستقر ودخول هادئ، قدمت فيه الدولة كل المجهود وكل ما يمكن تقديمه لنجاحه. ويعلم العام الخاص أن الدخول المدرسي هو أكبر مثقل الدخول الاجتماعي، وبالتالي فالدخول المدرسي ساهم في دخول اجتماعي مطمئن ومستقر، وهذا يدل على شيء، فإنما يدل على الاهتمام الكبير للدولة الجزائرية وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالمدرسة والمدرسين وكذلك المتعلمين، كلهم يحظون بأهمية كبيرة في برنامج السيد الرئيس. نتواجد الآن في بلدية بوتيليس بولاية وهران في مدرسة رحو، وهذه المدرسة تربطنا بها ذكريات صعبة. يعني قبل 5 أشهر خلت كنا في هذه المؤسسة في ظرف مغاير تماما وفي ظرف صعب، أين العام الخاص يعلم يعني ما حدث في هذه المدرسة قبل 5 أشهر. لكن اليوم وبمجيئي، وكنت قد وعدت حينها أنني سأعود لهذه المدرسة فور إعادة تأهيلها في الدخول المدرسي، وأنا اليوم في هذه المؤسسة وينتابني شعور بكل صدق وكأنني في مدرسة أخرى جديدة، وليست المدرسة التي كنت بها يوم 23 أبريل 2024. يعني تحدي كبير رفعه السيد والي الولاية المحترم والسلطات المحلية، لأنه هذه المدرسة لما طرها بعض، يعني هناك كان هناك سقف انهار وكانت فيها الكثير من الأجنحة كانت تتطلب إعادة تأهيل. الحادث وقع في نهاية شهر أبريل، جاء بعده الامتحانات المدرسية الوطنية، جاء بعده كل الامتحانات وكل التحضيرات للدخول المدرسي، ولكن هذا لم يثني ولم يغني قائمين على هذه الولاية من القيام بواجبهم كاملا. ما أتى بنا في ظرف قد يقل عن 3 شهور أننا أعدنا ترميم وتدهين، وأكد أن أقول بناء مؤسسة، هذه المؤسسة من جديد، وإضافة إضافة مرافق دعم أخرى كالملعب المدرسي الذي تم تشييده، وكذلك إعادة تأهيلها وترميمها بشكل يجعل منها مؤسسة جديدة بالرغم من أنها منشأة سنة 1926. هكذا؟ إذن مانيش خلطة في التاريخ 29. إذن أقول تم إنشائها ليست في 1926 لكن 1929، يعني مؤسسة قديمة لكن الآن هي بمواصفات عصرية. إذن هنا لا أملك إلا أن أشكر سيد الوالي وكل السلطات المحلية المدنية والعسكرية وكذلك منتخبي الولاية وعلى رأسهم السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي وكل أفراد المجلس الشعبي الولائي ورؤساء اللجان الشعبية البلدية الذين قاموا بدورهم كاملا لتأمين دخول مدرسي في هذه الولاية أصفه بجيد. وأقول كلامي هذا استنادا إلى مؤشرات التمدرس في هذه الولاية التي في 3 سنوات الماضية تحسن اتباع الوصول إلى نسب شغل الحجرات في الابتدائي، يعني مطابقة وملائمة جدا إلى عدد التلاميذ في الفوج التربوية في تعليم المتوسط الذي يتلمي كذلك نسب ممتازة ويحق لنا أن نفتخر بها. كذلك من ناحية الإسناد والدعم المدرسي، هناك 61 ملعب مدرسي تم تشييده لمرافقة تنسيق التربية البدنية والرياضية في التعليم الابتدائي. هذه المادة التي قرر السيد رئيس الجمهورية
إعطائها للقيام بها لأساتذة متخصصين، حملت شهادات جامعية، مكان أساتذة اللغة العربية الذين كانوا يقومون بها في السنة، كما سخرت الدولة إمكانيات وأموال وأمور مادية لتجهيز كل المؤسسات الابتداء التي لم تكن تحوز هذه الهياكل. ونحن الآن في مرحلة متقدمة جدا لاستكمال ما تبقى من المؤسسات. ومرافقة لذلك قامت التربية الوطنية بما يجب القيام به لمرافقة قرار السيد الرئيس وحسن تنفيذه، وهو بالانتقال من الحجم السهل الأسبوعي لهذه المادة في الابتدائي من ساعة إلى ساعتين. يعني ولادنا من قبل السنة الرياضة أو بالأحرى التربية البدنية والرياضية كانت حجمها السهل الأسبوعي ساعة واحدة. ابتداء من هذه السنة هذه المادة تولي عندها زدنا الساعة كاملة، يعني ثمان مضاعف الزمن المدرسي لهذه المادة. وتعلمون ما هي إيجابيات هذا الإجراء، سواء على صحة أبنائنا، سواء على سلامة أبنائنا النفسية والجسدية، وكذلك احتواء الطاقة الكاملة الزائدة التي لطالما اشتكى منها الأولياء في المنازل لكثرة حركة أبنائهم، فإنه إجراء كان لابد منه لمرافقة قرار السيد الرئيس. كذلك ابتداء من هذه السنة لحسن تأطير ومتابعة وتغطية هذه المادة ورسكنة وتكوين أساتذة، سيتم توظيف في قريب توظيف عن طريق الترقية لمفتشي هذه المادة في الابتدائي. ومشكورين جدا مفتشو التعليم المتوسط الذين قاموا بهذه المهمة قبل هذه السنة، وسنواصل العمل معهم لمساعدة ومرافقة مفتشو التعليم الابتدائي لهذا الاختصاص. هي إذن أعود لأقول أنني في هذه الولاية بالذات كثير من الإنجازات والقطاع في هذه الولاية يشهد تقدم ملحوظ، خاصة فيما يتعلق بالتكفل بالهياكل، بهياكل الدعم وكذلك الهياكل القاعدية وهياكل الدعم. هناك اهتمام بارز في هذه الولاية بالتربية ابتداء من السيد الوالي ويكون السلطات. التربية هنا في هذه الولاية تحت اهتمام كبير وبمرافقة وبرعاية كثيرة. مشكورين كل القائمين على هذه الولاية مع السيد الوالي. المدرسة هي في صميم اهتمام وفي أولى أولويات الدولة الجزائرية وفي برنامج السيد الرئيس الجمهورية. ولعلي أستدل وأهتدي بما تم إقراره في مجلس الوزراء الذي تزامن مع أول يوم من دخول المدرسة بالعقد يوم 22 من الشهر الجاري، أين قرر السيد الرئيس أخذ جملة من القرارات أهمها هو أولا وجوب انتهاء وإصدار القانون الأساسي الخاص للموظفين المتعينين للسكن الخاصة بالتربية الوطنية قبل نهاية السنة، وسيكون كذلك إن شاء الله. وسيأتي هذا القانون بما يرضي السيد الرئيس الذي رفض القانون مرتين لعدم وصوله إلى ما يريده السيد الرئيس من مرتبة اجتماعية ومهنية للمربي في هذا البلد. كذلك تم إقرار أمر السيد الرئيس أنه بموجب وبعنوان هذه السنة لابد من تجهيز على الأقل 50% من المدارس الابتدائية باللوحة الرقمية، وسننفذ هذا الأمر. والسيد الرئيس أعطى تعليمات لكل طاقم حكومي كل فيما يليه لحسن التكفل بهذا الأمر في كل جوانبه المادية والمالية وبالأرض المفتوحة. كذلك أمر آخر هو الرياضة المدرسية، وهنا لابد من فهم الفرق بين التربية البدنية والرياضية التي تدرس في مدارسنا ومتوسطاتنا وثانوياتنا كمادة تعليمية كسائر المواد، والرياضة المدرسية. والرياضة المدرسية هي كل الرياضات، ولقد أقر كذلك السيد الرئيس في برنامج إنشاء واستحداث مديرية عامة للرياضات المدرسية، وتم هذا. والآن نحن في وزارة التربية الوطنية لدينا مديرية عامة للرياضات المدرسية،
التي ستهتم مع ما يمثلها من مصالح على المستوى المحلي في صقل المواهب والنخب الرياضية المدرسية على المستوى المحلي وصولا بها استراتيجيا إلى دعم النخب الوطنية في مختلف الرياضات الوطنية الرياضات التي هي يتم التنافس فيها على المستوى الدولي. وأمر كذلك السيد الرئيس بانطلاق البطولات الوطنية في هذه الرياضات ابتداء من شهر جونفي 2025 إن شاء الله. إذن كلها قرارات أخذها السيد الرئيس في هذا الجانب سننفذها بمحكم. وشرعنا من يوم الغد من هذا الاجتماع المستمر في تنصيب 3 لجان. هذه اللجان ستعكف في شهر على ملف تعميم لوحة الرقمية إلى حد لا يقل عن 50%. هذه اللجان كذلك ستعكف على حسن تنظيم البطولة الوطنية للرياضة المدرسية ابتداء إن شاء الله جونفي إن شاء الله. وولاية وهران ستكون ولاية فاعلة في هذه البطولات لما تتوفر عليه من هياكل وإمكانيات سنستعين بها إن شاء الله. واللجنة الأخيرة هي بطبيعة الحال تعميم اللوحات الرقمية على الفيل تعميم اللوحات الرقمية في الرياضة المدرسية. وفي قرار آخر مهم واستراتيجي كذلك وهو أن نعطي الفرصة لأكبر عدد ممكن من أبنائنا الذين تنا مساراتهم الدراسية في السنة الثالثة من ثانوي نعطيهم فرصة إلى العودة إلى مقاعد الدراسة. في السنة الماضية وبفضل الرقمنة استطعنا أن نصل إلى نسبة 88% تلبية طلبة 88% من طالبي الإعادة أو من طالبي إعادة المنهج، وهي نسبة كانت غير مسبوقة. لماذا؟ لأنه السابق في أغلب الأحيان وفي أكبر نسبة لم نتجاوز 42% من طالبي هذه الإعادة. في السنة الماضية بلغنا 88% من أولئك الذين طلبوا إعادة المنهج، وفي هذه السنة سنحاول ذلك. مشاهدينا نكتفي بهذا القدر. كانت هذه الكلمة لوزير التربية الوطنية عبد الحكيم.